بسم الله الرحمن الرحيم. معانا دلوقتي شمبران 6 راس، هنبتدي نشرحه جزء جزء. اول ربع اللي احنا داخلين عليه دوت، ده الربو بيركب فيه كاسترين عدلين، والباقي بيحلى شكل ظهر البر من تحت. ظهر البر مش الراس مش الوش، ظهر البر بيتحلي بهذا الايه الربع وبيتمسح من تحت ويستعدله. بعدين عندي الربع اللي على اليمين وفي ربع على الشمال. ده الربع على اليمين راكب فيه الكاستير اللي بيحلي جنب اليمين من البر، بديله كسر سوكة، بديله شطف. وده الربع اللي على الشمال بيديني الجنب التاني، بلف حرف البر من الناحية الشمال. يبقى كده انا خدت 3 ارباع معايا كده وانا ماشي، الاولاني تحت وادي واحدة يمين واحد شمال، استعدلت البر وحليته من اليمين وحليته من الشمال في مرحلة واحدة وانا شغال على طول. بعدين بدخل على الربع الرابع، ده عبارة عن تخانة يحدد لي سمك البر وياكل كل اللي عايز يتمسح من فوق. بعد انا ما حليت الايه الجنبين وخدت تحت، باخد فوق مسح وحددت سمك الايه البر. خش على الربع الخامس، بعمل في التشكيلة الداخلية للبر. الكستيرة هوت عبارة عن السنون الداخلية ديت، اللي هو الخطوط اللي انت شايفينها كده دوت، ده احنا بناخده بالربع رقم 5. ده الربع الاخراني، برجع تاني هنبص عليه كده، برجع استعدل من تحت تاني وماسح، وبعمل تفريغ من تحت من ظهر البر علشان لما يرسى على الحيطة يبقى عدل. ودي المرحلة الاخرانية، دي ممكن ما تتعملش، يعني ممكن اخد المراحل الخمسة اللي قبل كده وما اخدش المرحلة السادسة دي، لكن دي زيادة للي هو عايز يظبط. ودي معانا بقى مجموعة من الأرباع اللي هي بتركب في الشمبران، بحيث إن كل ربع من دول بيبقى ليه تشغيل معين. كل واحد في العريض دوت بيركب يا إما فوق يا إما تحت، يا إما في الربو يا إما في التخان. إنما الربع اللي بعديه الأرباع الصغيرة دي بتركب في الحالية، تركب في اليمين وتركب في الشمال، اللي هما الربعين رقم 2 والربع رقم 3. دي بياخد من الجنب وبياخد من الشمال حسب ما انت عايز تستعمله بقى. بتستخدمه في اي حاجه، بتركب بشكل الكاستير اللي انت عايزه وتشغل بيه. وفي برضه ربع زي دوت مسح، لو انا عندي حاجه عريضه وبمسحها بس. ودوت عباره عن ربع ممكن لو عايز اعمل بيه حاجه مشطوفه، فشكل الكاستير بتاعه اهوت ايه مشطوف. نبص على المجموعه الثانيه اللي في الظهر ديت. اول ربع دوت عبارة ربع بجناحين باتنين وينجين، يعني كاسترين بس بيركبوا فيه، واللي بعديه بيركب 4، وفي واحد اللي هو التالت دوت بيشتغل بالكربويد او اللي هو الشفرات. ودي دوت هو عبارة عن وينجين بس راكب فيه كاسترين. وهكذا بقى كل شكل من دول بيبقى عندي بحتفظ بيه، ما بغيرش الكساتير. لا، انا العمليه اللي انا عايزها اشيل الربع دوت واحط الربع التاني، والربع زي ما هو كده باخده اسنه وارجع اركبه زي ما هو من غير ما افك منه اي شفرات.